قصر ابن وردان، قصر تاريخي يعود لفترة الإمبراطور جوستينيان، ويقع إلى الشرق من مدينة حما، ويتميز بندرته المعمارية والفنية، فهو يمتاز بنوعية المادية من جهة والأسلوب والنسق المعماري من جهة أخرى. يتميز القصر بأسلوب يسمى بالأبلق، أي تناوب الأحجار في صفين ولونين مختلفين أثناء البناء. هذا التناوب قائم في أرجاء القصر وجدرانه، إضافة إلى المداخل، وهي عبارة عن قطع حجارة بازلتية كبيرة، وهو من الناحية التاريخية عبارة عن تتويج لعهد بيزنطي سابق وتمهيدا لعصر عربي. إن التسمية والنسب لابن وردان ما هي إلا عربية صرفة ومتأخرة عن بناء القصر، وليس في الحقيقة أن يكون ابن وردان هو صاحب البناء أو حتى منفذه، وإنما النسبة هي لشخصية بدوية ذات نفوذ عرفت منذ 3 قرون تقريباً بابن وردان، حيث اتخذت هذه الشخصية القصر نزلاً لها في الذهاب والإياب. يعد القصر من أجمل المنشآت وأعظمها شأناً وأوسعها عمراناً، ويشغل بناؤه مساحة تقدر ب2000 متر مربع تتوسطه باحة سماوية.